أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة تانية، ووصلنا لآخر فقراتنا لليوم وهي وقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة. ومنذكر بسؤال الحلقة هو آثار توجيه كلام سلبي للطفل. خلونا نقرأ مع بعض التعليقات، ونبدأ بابن الخضراء يلي عم بيقول: بيصير شخصية الطفل ضعيفة وانطوائي، وعلى الأغلب بيفشل بحياته. أما محمد بركات علق: هلأ الكلام السلبي له تأثيرين، سلبي وإيجابي. في بعض الأحيان يصنع الكلام السلبي روح التحدي عند الطفل، مثلا أنه أنت مانك شاطر بالمدرسة ورح ترسب. الطفل بيصير بيجتهد لحتى يصير شاطر ويثبت العكس، والتأثير السلبي بفشل الطفل وبحبط آماله وبيضعف فهمته كطفل. معا بكور عم بيقول: تهميش الشخصية وإضعاف موقفه لاحقا حتى ولو كان صوابا، فضلا عن الآثار النفسية الذي سيرافقه ما دامت حياته. أما عمر العزو: هذا بيرجع لحسب الكلام السلبي اللي عم يتوجه له. بعض النتائج السلبية هي ضعف الشخصية، محطم من كل جوانب الحياة، داخله روح اليأس مستقرة. حسين أبو علي أيضا علق: في أطفال إذا ما حكيتها كلام سلبي بتصير حياتها كلها سلبية. نور الحسين: كتير وبالمقدمة أنه رح يصير الطفل ذات شخصية ضعيفة، انطوائي انعزالي، ورح يأثر على نفسيته مستقبلا، ورح يضل مرافقه شعور الخوف دائما من أي شيء. إيمان بلال علقت: أكيد هذا الشيء غلط، رح يؤثر سلبا على شخصية الطفل وقدرته وأحلامه. على العكس، يتوجب علينا دائما تعزيز الطفل وتنمية مهاراته بالكلام الإيجابي والثناء عليه. لينا الجبولي بتقول: أسوأ شيء هو الكلام السلبي، وهو نوع من أنواع التعنيف اللفظي، وتأثيره مو أقل من التعنيف الجسدي، هذا إذا ما كان أسوأ. تأثيره على الطفل ممكن يختلف من شخص من شخصية لشخصية حسب الطفل نفسه. ومرحب مشاهدينا بضيفي محمد مصطفى، مختص تربوي، معنا من مدينة الأتارب. أهلا وسهلا فيك أستاذ، ويسعد صباحك. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. صباح النور أستاذ، تابعت معنا التعليقات، شو رأيك؟ والله أرحب بكم وبكل من كتب التعليقات، شكرا جزيلا. الحقيقة أنه التعليقات أتفق كثيرا مع بعضها وأختلف مع بعض التعليقات الأخرى. الذين أتفق معهم اللي قالوا أنه التأثيرات السلبية كبيرة وترافق الطفل وتؤثر عليه، وأنا أختلف مع من يقول أنه في بعض الأحيان يجب أن يتلقى الطفل كلاما سلبيا. وأرى أنه يعني حقيقة هو مو رأي شخصي، وإنما الدراسات والأبحاث التربوية وهي كثيرة جدا، يعني ما يتناول تربية الطفل ونفسية الطفل والمؤثرات على نفسية الطفل كثير جدا من الأبحاث التربوية والدراسات، وكلها تقول أنه التأثير السلبي هو التأثير الذي ينتج عن الكلام السلبي، وهو يبقى مع الطفل ويؤثر على شخصيته. وهذه التأثير أو هذا التأثير أو الحقيقة هي مجموعة تأثيرات تختلف في حسب الكلام السلبي نفسه. يعني على سبيل المثال، عندما يقول الأب لطفله أنه أنا والله أود لو أنك ما جيت على هاي الدنيا، تخيلوا على هذا الشعور الذي يصيب الطفل، يشعر بأنه غير مرغوب به ولو كانت مزاحا. يعني أحيانا الأهل يمزحون بالكلام السلبي، حتى المزاح بالكلام السلبي مؤذي لمشاعر الطفل، والأذى النفسي الذي يسببه كبير. موضوع يعني أحيانا الكلام السلبي يأتي مغلف في طريقة ثانية، أحيانا الأهل يستخدمون الحب أو التعبير عن الحب للطفل في محاولة أنه الطفل يفعل أشياء إيجابية يبتعد عن الأشياء السلبية، ويستخدمون الحب المشروط، يعني أقصد موضوع الحب المشروط. نعم. أنه إذا فعلت كذا أنا أحبك، لم تفعل أنا لا أحبك، ما بحبك إذا عملت هيك. هذا استخدام الحب بهذه الطريقة مؤذي جدا أيضا، يعني الطفل لازم يشعر أنه محبوب من قبل الأهل. نعم. بلا شروط،
سواء عمل شيء إيجابي ولا عمل شيء سلبي. طيب ما هو الحل إذا كان الطفل يعني يعمل شيء سلبي ونحن بالمقابل نقول له شكرا ونشجعه ونقول له أحبك وحبك لا طبعا لا نشجع الكلام السلبي ولا نشجع الأفعال السلبية للطفل، ولكن دائما هناك طرق أخرى هي ما نسميه التربية الإيجابية. طرق أخرى، أنا أقول للطفل الذي يكسر شيء في المنزل، الطفل يعني معروف الأطفال يكسرون دائما في البيت، يحمل كأس، يحمل طبق، صحن، كذا، يقع منه يكسره، فما في داعي للتعنيف والتأنيب. حتى هذه شرعيا منهي عنها، أنه حتى الأطباق في البيت لها عمر، يعني لو أنه الكبير شايلها ممكن تقع وتنكسر، فلا داعي لكل هذا التعنيف، ولكن ضروري جدا التنبيه، أن نقول له انتبه، يعني المرة القادمة ما يحصل شيء كهذا، لأنه أنت الآن تحمل مسؤولية وأنت قادر على هذا، وهالمرة حصل هذا الأمر مفروض ألا يحصل مرة أخرى، وهكذا. إذن هناك بدائل للكلام السلبي وهناك طرائق للتربية الإيجابية يفترض أن تستخدم مع الأهل. المهم في هذا كله أن يشعر الطفل أنه محبوب بغض النظر عن أي شيء، يشعر أنه مرغوب به في الأسرة، أن يشعر أنه نحن نحترم اختلاف الطفل وتفرد الطفل. خطأ كبير يقع به الأهالي وشائع جدا ومعظم الناس تعرضوا له، موضوع المقارنات. يعني الطفل إذا كان مثلا حصل على درجة متدنية قليلا في المدرسة، مباشرة يبدأ الأهل، ابن خالتك درجته كذا، ابن الجيران، ابن عمك، شوف زملائك بالصف. نعم، هذه القضايا وهذا التعيير للطفل والمقارنة خطيرة جدا على الطفل. نعم، ينبغي أن نحترم. أستاذي، هلأ هاي الكلمات اختلاف الطفل، الكلام السلبي الموجه للطفل هو صغير بتأثر على بناء شخصيته مستقبلا برأيك؟ بالتأكيد. يعني الطفل الذي يشعر أنه في الطفولة غير مرغوب به يلازمه هذا الشعور دائما. هناك كبار يبحثون عن الحب لأنه هو كان محروم من الحب في صغره، هناك كبار فاقدين للثقة لأنه ربما من الجانب الآخر، يعني هو في البيت كانوا دائما لا يحملون مسؤولية ويشعرون أنه هو غير أهل الثقة. في جانب سلبي يرافق الطفل عكس موضوع الكلام السلبي اللي هو التدليل الزائد والحماية الزائدة، يصبح ضعيف الشخصية، يبقى حتى الكبر ضعيف الشخصية، غير قادر على تحمل المسؤولية طوال حياته. طبعا إلا إذا كان هو قادر على أنه يعيد بناء نفسه و يهتم بنفسه، ويعني عندما يكبر يطور ذاته، هذا أمر مختلف. لكن على العموم التأثيرات السلبية للكلام السلبي ترافق الطفل. سؤال، لماذا ترافق الطفل؟ ترافق الطفل لأنه الطفل في مرحلة بناء الشخصية، هذه الشخصية الآن غير مكتملة، الآن تبنى شخصية الطفل، هو يبدأ بناء الشخصية بين 3 سنوات و5 سنوات، عندما يبدأ الطفل في تعلم اللغة ويبدأ يتكلم جمل كاملة ويصير يستطيع أن يعبر، يحاول أن يستقل بنفسه، يحاول أن يجيب على مناقشات الآخرين، يطرح مئات الأسئلة المتتابعة على أهله، أنه يسأل شو هذا وشو هذا وشو هذا، أسئلة غريبة ومتتابعة بشكل متواصل. هذه المرحلة هي مرحلة بناء الشخصية، فكل التأثيرات السلبية في هذه المرحلة تبقى مع الطفل. نعم، ذكرت قبل قليل عن المقارنات، شو تأثير إنه الأم إنه تقارن مثلا طفلة بابن خالته أو ابن عمه، شو تأثيره النفسي؟ تأثر على نفسيته بالمستقبل أيضا؟ المقارنات خطيرة جدا في الحقيقة،
يعني تثير في النفس المقارنة، يكون فيها تحيز، تثير في نفس الطفل الغيرة والكراهية والحقد. يعني نجد كبار مثلا يقول أنا لا أحب فلان، فلان ما بحبه والله، هو كبير ليش ما بتحبه؟ كانوا أهلي دائما يعيروني فيه في الصغر. هذا خطير جدا، الموضوع المقارنات. الأهل يعتقدون أنه والله رح يعمل روح المنافسة عند هذا الطفل. لا أبدا، الحقيقة أنه رح يصيبه بالإحباط، يعتقد أنه هو أدنى من الآخرين وأنه هو غير قادر على القيام بما يقوم به غيره من الأطفال، وطبيعة الحال سيكون هنالك كراهية كما قلت، شعور بالتمييز، والتمييز خطير عند الأطفال. وبطبيعة الحال هذا يرافقه عندما يكبر، دائما يحاول أن ينتقص الآخرين، وعندما يكبر ويكون مثلا صاحب عمل أو صاحب منصب يحاول التقليل من أهمية الآخرين، لأنه دائما عنده شعور أنه الآخر تهديد له. واضح أنه نحن نرى الآن أنه هذا التصرف في الصغر أدى إلى انعكاسات على الطفل وهو كبير. فموضوع المقارنات موضوع خطير جدا، موضوع يعني نقول للطفل أنه أنت شخصيتك ضعيفة، أنه قدراتك العقلية ضعيفة، ما عندك مثلا مزايا الآخرين، هذه كلها خطيرة جدا على شخصية الطفل. نعم أستاذ، في أحب أن أشير أحب أن أشير إلى دراسة حديثة، هي في الحقيقة دراسة بين يعني العلاقة بين المعلمين والطلاب، وفي الوقت نفسه لعلها تنطبق على الأهالي، أنه تجنب اللوم. يعني نحاول أنه الطفل نشعره أنه هو غير ملام، بمعنى أنه أي شيء يمكن إصلاحه، وأنه يعني ما يقوم به الطفل حتى لو كان خطأ يفترض أن يعتذر عن الخطأ، عن الخطأ الذي قام به، أن يصلحه إلى آخره. وأيضا يكف الأهل عن لومه، وهو بالمقابل يكف عن لوم الآخرين، لأنه عندما يحاصر الطفل بالاتهامات وبالكلام السلبي سيلجأ إلى إلقاء اللوم على الآخرين. الدراسة تقول أنه تجنب إلقاء اللوم، وأن التعزيز بالمقابل، التعزيز والتحفيز يجعل الأداء التعليمي بالنسبة للأطفال أكبر بكثير. الطفل يصير عنده إقبال على العمل، لأنه هو يشعر أنه في يعني موضوع الأمان، يشعر أنه في مساحة آمنة، أنه هو يستطيع أن يتصرف على راحته، وأنه ما في مشكلة إذا أخطأ ويصلح الخطأ فيما بعد. موضوع المساحة الآمنة والشعور بالأمان سواء في البيت أو في المدرسة، نحن الآن كلامنا يعني توجيه الكلام السلبي مو كلام سلبي في البيت فقط، ربما يكون الكلام السلبي في المدرسة أخطر من الكلام السلبي في البيت، لأنه بعض المعلمين يعني إذا كان طفل مشاغب جدا لا يعني يتوجه إليه بكلام سلبي، يحاول أن يضبطه لأنه يريد أن يضبط الصف ويعطي الدرس. في المقابل هذا الضبط أو هذا الكلام السلبي أو الضبط القسري يؤدي لنتائج خطيرة على الطفل داخل الصف. المعلمون يتلقون دائما تدريبات حول التربية الإيجابية وكيف يتصرفون مع الأنماط المختلفة من شخصيات الطلاب، وكيف يبنون شخصياتهم بدون أذى نفسي وبدون أذى بدني وبدون أذى عاطفي. نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذ محمد مصطفى، مختص تربوي معنا من مدينة الأتارب. شكرا كثير لمعلوماتك، وبنتمنى من الأهالي يستفيدوا منها. أهلا وسهلا.